الرئيس السيسي يواجه باستمرار السعي نحو تحقيق هدف استعادة الدولة الليبية الوطنية ومؤسساتها. منظمة الأونكتا تعلن احتفاظ مصر بالمرتبة الأولى إفريقيا كأكبر متلق للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وفرنسا تدعو الاتحاد الأوروبي لفتح محادثات عاجلة بشأن علاقتها مع تركيا. التاسعة مساء السابعة في غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم، وفي البداية نرجو من جميع المصريين أخذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا. احمي أهلك، احمي بلدك. بداية النشر مع ليلاس كفوزي. أهلا بك ليلاس. شكرا لك شادي، وأهلا بكم مشاهدينا. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة التحركات على مختلف المستويات للحفاظ على حقوق مصر المائية لصالح الأجيال الحالية والقادمة، والاستمرار حاليا في انتهاج المسار الدبلوماسي التفاوضي لحل أزمة سد النهضة. جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء وعددا من الوزراء والمسؤولين. كما وجه الرئيس أيضا باستمرار السعي نحو تحقيق هدف استعادة الدولة الليبية الوطنية ومؤسساتها لفرض الأمن والاستقرار والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي، وكذلك لصون الأمن القومي المصري بالعمق الغربي. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وكل من السادة وزراء الدفاع والإنتاج الحربي والخارجية والموارد المائية والري والعدل والمالية والداخلية، بالإضافة إلى السيد رئيس المخابرات العامة والسيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات ملف سد النهضة، حيث تم استعراض الموقف الراهن أخذاً في الاعتبار المحددات والثوابت المصرية في هذا الخصوص، لا سيما ما يتعلق ببلورة اتفاق شامل بين كافة الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد ورفض أي عمل أو إجراء أحادي الجانب يمس بحقوق مصر في مياه النيل. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بمواصلة التحركات على مختلف المستويات للحفاظ على حقوق مصر المائية لصالح الأجيال الحالية والقادمة، والاستمرار حاليا في انتهاج المسار الدبلوماسي التفاوضي لحل أزمة سد النهضة. على جانب آخر، اطلع السيد الرئيس على مستجدات القضية الليبية، حيث وجه سيادته باستمرار السعي نحو تحقيق هدف استعادة الدولة الليبية الوطنية ومؤسساتها لفرض الأمن والاستقرار والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي الشقيق بعيدا عن أي تدخلات خارجية، وكذلك لصون الأمن القومي المصري بالعمق الغربي، مؤكدا سيادته في هذا الخصوص على الموقف المصري المتعلق باحتواء الأزمة في ليبيا من خلال تثبيت وقف إطلاق النار ووضع الضمانات اللازمة لذلك، إلى جانب تفكيك الميليشيات وإخراج المرتزقة من معادلة الصراع، بما يفتح الآفاق نحو الوصول إلى حل سياسي شامل. بحث الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين والملفات الإقليمية، وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن المباحثات الثنائية تضمنت التعاون على الصعيد الاقتصادي والصناعي في ظل الجهود المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية والفرص التي توفرها المشروعات التنموية الكبرى وتعاون في مجال التعليم الجامعي للاستفادة من النظم التعليمية الكندية. كما تناول الاتصال مناقشة جهود احتواء تداعيات انتشار وباء كورونا، حيث تم الاتفاق على تبادل الخبرات والتنسيق بين السلطات المعنية بالبلدين، كما جرى التباحث حول ملفات الأوضاع الإقليمية وجهود مكافحة ظاهرتي الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية والتنسيق القائم بين البلدين في المحافل الدولية. بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو عددا من الملفات المرتبطة بالعلاقات الثنائية، فضلا عن القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث باسم الخارجية بأن الوزيرين أكدا على استراتيجية وخصوصية العلاقات التي تجمع الدولتين، كما تبادلا الرؤى حول مستجدات مجمل الملفات الإقليمية والتطورات المتسارعة بمنطقة الشرق الأوسط، وخاصة في كل من ليبيا وفلسطين وسوريا واليمن، حيث استعرض الوزير شكري جهود الدولة المصرية الرامية إلى التوصل لتسويات سلمية تحقق الاستقرار المنشود بالمنطقة ومواجهة كل مظاهر الإرهاب والتدخلات الخارجية التي تسعى لتأجيج الأوضاع في كافة أرجاء المنطقة. كما تطرق الوزير شكري إلى آخر التطورات الخاصة بقضية سد النهضة في ضوء تعثر المفاوضات نتيجة للمواقف الأثيوبية المتعنتة وتأثيرها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي. هذا واتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق بينهما خلال المرحلة القادمة حول كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. أكد وزير الخارجية سامح شكري ضرورة دفع وتطوير مسار التعاون والتنسيق بين مصر والأردن والعراق والعمل على استكشاف المزيد من مجالات التعاون المختلفة. جاء ذلك خلال مشاركة شكري في اجتماع آلية التعاون الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والعراق والأردن عبر تقنية الفيديو كونفرنس. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث باسم الخارجية بأن الاجتماع شهد تأكيد الوزير شكري على الأهمية المتزايدة لاستمرار التشاور وتنسيق المواقف تجاه التحديات المشتركة والتطورات الإقليمية المتسارعة. صوت البرلمان العربي بالإجماع على بيان يؤكد تضامنه التام ووقوفه إلى جانب مصر في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وحقها في الدفاع عن حدودها الغربية بعمقها الاستراتيجي من الميليشيات الإرهابية والمرتزقة. وأكد البيان أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مثمنا عاليا الجهود المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا والتي لقيت تأييدا ودعما إقليميا ودوليا، خاصة إعلان القاهرة الذي يتسق مع كافة القرارات الدولية. ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي إلى الاطلاع بمسؤولياته والاستجابة لدعوات ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوصل إلى حل شامل يؤكد سلامة وأمن الأراضي الليبية واستعادة المؤسسات والقضاء على الإرهاب والميليشيات المتطرفة، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية والتي تغذي الإرهاب في المنطقة. ننتقل الآن إلى بنغازي لمتابعة وقائع المؤتمر الصحفي للواء أحمد المسماري المتحدث باسم قائد الجيش الوطني الليبي. وأقوى ضربة تلقاها الجيش التركي في 100 عام الأخيرة هو ما قام به أردوغان ضد الجيش التركي بنزع ثيابهم في الشوارع. The most difficult hit that the Turkish army received in the past 100 years was from Erdogan himself taking off their clothes in the streets. الآن سنطلع عليكم ما هو الموقف التركي من المنطقة الإقليمية بالكامل ولماذا تحركت بعض الدول العربية ضد هذا التوجه وكذلك بعض الدول الأوروبية. And now we will show you what is the position of Turkey from the entire region and why some Arab nations and even some European nations have moved against Turkey. نذهب الآن إلى الخريطة مباشرة. We go directly to the map now. هذه خريطة ليبيا وموقعها الاستراتيجي في القارة الأفريقية. This is here the map of Libya with its strategic location in Africa. بالعودة إلى إعلان أو قرار جامعة الدول العربية يوم الأمس، هناك دول تحفظت على بعض النقاط في قرار جامعة الدول العربية بخصوص الأزمة الليبية. Now, in reference back to the statement made by the Arab League yesterday, there were some nations who had reservations about some of the points in the statement. وذلك بيرجع إلى تغلغل الفكر الأردوغاني في هذه الدول.
And this is because of the involvement of Erdoganian thoughts in these countries. طرابلس التي رفضت أو حكومة الصخيرات التي رفضت اجتماع القاهرة مع ما ورد من ملاحظات من تونس هذه تحت سيطرة مجموعة الأخوان المسلمين. The Skhairat government, which refused some of the points made in the Egypt summit alongside Tunisia, are under the control of the Muslim Brotherhood. وفي هذا الإطار نرحب ما جاء على لسان السيد الرئيس التونسي في مؤتمر الصحفي مع السيد الرئيس الفرنسي حول ليبيا، ونحيي كذلك الروح الوطنية والعربية لدى الشعب التونسي. But in that regard, we still salute the statement made by the Tunisian president in his statement with alongside the French president regarding Libya, and we salute the spirit of the Tunisian people. ولكن الغنوشي لديه سيطرة على جنوب تونس وسيطرة على بعض الأماكن في تونس، وهو الآن يثير المتاعب ردًا على تصريحات الرئيس. But الغنوشي still has control of the south of Tunisia and some other regions in Tunisia, and is now stirring trouble because of the current president's statements. وهذه بأوامر من أردوغان. And this is by command from Erdogan. كذلك أصبح أردوغان الآن يصرح على طرابلس وعلى المجلس الرئاسي كأنه هو رئيس الدولة الليبية في المنطقة الغربية. And now Erdogan is making statements on behalf of the Presidential Council as if he is the president of the west of Libya. وعلينا نؤكد أن كل المتحدثين الذين يمثلون الأخوان سواء من المحللين سواء من الإعلاميين سواء من السياسيين وكذلك أردوغان والقادة السياسيين في تركيا يجب أن يتحدثوا باسم الشعب الليبي. And so all the spokesmen who represent the Muslim Brotherhood, whether they be political analysts, politicians or media personnel, must not speak on behalf of Libya. They do not represent الشعب الليبي وعبر نوابه في مجلس النواب لم يعطوا الشرعية لا للسراج ولا إلى اتفاقيات مع تركيا. The Libyan people, through their elected House of Representatives, did not give legitimacy to Sarraj or his agreements with Turkey. فهم لا يمثلون بالتالي الشعب الليبي ولا يمثلون صوت الشعب الليبي. And so they do not represent the voice of the Libyan people. كذلك أردوغان يحاول التغلغل في منطقة النيجر وتشاد من خلال المساعدات. وكذلك في القرن الأفريقي. And so also Erdogan is trying to enter the countries of Niger and Chad through providing aid and also around the African Horn. وهنا تعرض إلى ضربة قاسية جدا بانتفاضة الشعب السوداني وجيش السوداني وتحرير السودان من السيطرة التركية الإخوانية. And they were hit hard in this region when the Sudanese people and the Sudanese army revolted and freed the country from the Brotherhood's control. ولكن يتمدد في بعض الدول مثل الصومال مثل أريتريا وكذلك الآن يحاول التمدد إلى اليمن ودعم بعض الانفصاليين في الأمن في اليمن. And now they are attempting, however, to expand in some nations such as Somalia, Eritrea, and Yemen by supporting some separatists. إذن أردوغان هنا ماذا يحاصر في هذه المنطقة في هذا الهلال الآن الذي بدأ يتشكل؟ يحاصر في قلب العرب ثروة ليبيا وقلبها النابض مصر والقيادة الإسلامية في السعودية. And so what is Erdogan attempting to achieve by controlling this region? He is controlling the vast resources of Libya, the heart of Arabs in Egypt, and its religious Islamic leadership in Saudi Arabia. وهنا دليل على أهمية ما تقوم به القوات المسلحة والسيد المشير خليفة بن قاسم حفتر من حرمان تركيا أو أردوغان من إنجاح مشروعه في ليبيا. And this is here becomes clear the importance of what the armed forces and the general commander are doing in depriving Turkey of the resources of Libya. أن هذه العملية عملية الكرامة وثورة الكرامة دمرت مشروع الأخوان وأردوغان وبالتالي شاركت في صون وحماية الأمة العربية والأمة الإسلامية. And so the operation of Al-Karama has contributed to the destruction of the Brotherhood's plan and protecting the Arab nation. ولذلك نحن مستمرون لازلنا في حصون والمشاركة في تدمير هذه المشاريع التي تهدد الأمن والاستقرار وكيانات الدول العربية والإسلامية. And so we are still continuing to contribute in the destruction of these conspiracies that threaten the security of our Arab nations. لازالت حتى هذا اليوم حقيقة الطائرات العسكرية والمدنية في رحلات منتظمة من تركيا إلى مطارات العتيقة ومصراتها.
To this day, flights, both military and civilian, continue to go directly to Maytiga Airport. أمس كانت هناك أربع رحلات من ميتيغا إلى طرابلس إلى 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 تركيا. Yesterday there were four flights from Maytiga Airport in Tripoli to Turkey. في بعض الرحلات نقل الجنود السوريين أو مرتزقة سوريين بأسلحتهم من ليبيا إلى إسطنبول. Some flights transported Syrian mercenaries with their weapons directly to Istanbul. واعتقد أنه تم نقلهم إلى منطقة أخرى تقاتل فيها تركيا ولا أستبعد أبداً أن تم نقلهم إلى شمال العراق. And we believe that they have been transported to other region where Turkey is fighting, and we believe it's north of Iraq. اليوم هناك حركة حثيثة للطيران الليبي والتركي على مطار مصراتة الآن ومعتيقة في نفس الوقت. لا سنعرض هذا الفيديو ليدل على ذلك. And today there is heavy air traffic movements in both Tripoli Airport, Maytiga, and Misrata Airport, as you can see in this video here. هذه هي طائرة الخطوط الليبية الآن من إسطنبول إلى مطار مصراتة. This is now here Libyan Airlines flight from Maytiga to from Misrata to Turkey. هذه هي طائرة عسكرية وهذه كذلك هذه طائرات C-130 الأمريكية طائرات نقل تركية. تنقل في عتاد عسكري من تركيا إلى ليبيا. And here you can see two military aircrafts, American C-130s, transporting military equipment. هذه طائرة البراق ليبيا من مصراتة قامت بنقل إلى رحلة إلى إسطنبول. This is the Libyan airline Burak transporting from Misrata to Turkey. إذا ساعة تسجيل هذا الفيديو هناك طائرة من مصراتة إلى إسطنبول وثلاث طائرات من إسطنبول إلى مصراتة. So at the moment of recording this information, there are three flights from Turkey to Misrata and one flight from Misrata to Turkey. وعليه نرسل رسالة أن الأتراك أو أردوغان لا زال يتحدى رغبة المجتمع الدولي في الذهاب نحو وقف إطلاق النار والتهدية وإطلاق مفاوضات سياسية في ليبيا. And so we can clearly see that the Turkish and Erdogan are still refusing and defying the international community's will to calm the situation and go towards the political process. كذلك سجلنا تواجد قطع بحرية أو قطع عسكرية قتالية بحرية في شواطئ المنطقة الغربية بأعداد كبيرة جدا. We have also detected a large number of naval vessels in the western region. وهذه الصورة هي تم التقاطها يوم 23/6 الماضي. This image here was recorded on the 23rd of June. هنا سفينة أو بارجة تركية، هذه تركية، كذلك هذه تركية، وهذه تركية، وهذه تركية. الآن لدينا خمس قطع بحرية تركية في هذه النقطة. And here you can see, as illustrated, five Turkish naval vessels. لدينا اثنين قطع بحرية إيطالية، واحدة في مصراتة والأخرى قبالة شواطئ طورغة. We've got two Italian ones, one across, one near مصراتة and one near طورغة. خارج المياه الإقليمية توجد اثنين قطع بحرية أمريكية. And outside of our Libyan territorial waters, two American vessels. هذه اليوم الساعة 24 اليوم تاريخ اليوم إحدى السفن التركية توجهت نحو الشرق قليلا بقبالة منطقة بويرات الحسون. And this information here today on the 24th of June, one of the Turkish vessels have moved westward closer to بويرات الحسون area. الباخرة أو البارجة الإيطالية قريبة جدا من هذه البارجة لازالت تقوم بعمليات في هذه المنطقة. This is very close to the Italian vessel which is conducting operations in this region. نشاهد في هذا اليوم يوم 24 تحرك للقطع التركية وغيرت موقعها على يوم الأمس. Today we've noticed that there has been movement and a change of positions from yesterday's. في الوقت الذي البوارج التركية بقت في مكانها لا تتحرك إلا هذه تحركت قليلا نحو منطقة الشرق. And as you can see, the Italian vessels have not moved except for this last one, just a little bit towards the east. بعد حوالي ست ساعات من التصوير الأول هذه هي الوضعية الأخيرة لهذا اليوم لهذه البوارج التركية. تركيا الإيطالية هنا تراجعت نحو الشمال قليلا.
And here, these locations were recorded 6 hours after the previous ones. You can notice all of them remaining almost in the same location, except for the Italian one moving a bit further north. إذن لازالت لحتى هذه اللحظة هذه المنطقة منطقة تواجد لبوارج أجنبية عسكرية بشكل غير شرعي لدعم حكومة الإرهاب والتكفيريين في طرابلس. And as you can see in this region, we continue to have illegitimate, illegal military vessels that are here to support Sarraj government in the West. الآن سنرد على بعض الموارد في تقارير سواء الأمم المتحدة سواء في الإعلام. Now we will respond to some of the statements made by the United Nations and the media. ولكن قبل الذهاب إلى ذلك سنذهب إلى موضوع آخر ولكن نستمر في الانتهاكات التي تحدثت عنها هذه التقارير. But we will continue talking about the breaches which were mentioned in these statements. يتحدثون عن وجود جثث في مستشفى طرهونة. هم يقولون العدد 180. لا نعرف حقيقة هذا العدد. وعن انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان في منطقة طرهونة. They are talking about bodies found in the hospital in Tarhuna, around 180 bodies, as they claim, and some severe breaches of human rights. ويحاول إلصاق تهم لتشويه القوات المسلحة وتشويه بعض قيادات القوات المسلحة بهذه الجثث. And they're trying to stick some accusations to the leaderships of the armed forces to smear their reputation. وعادة المحققين الجنائيين يتناولون بجدية أول رواية في أي جريمة كانت. And usually criminal investigations give special importance to the first telling of the story. لأن بقية الروايات سيدخل عليها الكثير من الكذب ومن الفبركة ومن الاجتهادات. And so because the following tellings of the story will include usually many lies and many devised conclusions. واليوم وبفضل التطور العلمي وتطور الاتصالات والأجهزة النقال هناك أدلة تستحق أو تصح أن تكون دليل أمام المحاكم. But now, thanks to the advancements in technology and communications and recordings, there is evidence that is fit to be used in front of courts. وعندما دخلت الميليشيات لمستشفى طرهونة في اليوم الأول يوم 6/6 كانت هناك جثامين لبعض شهداء القوات المسلحة داخل المستشفى. And when the militias entered the hospital of Tarhuna on the 6th of June, there were the remains of martyrs, fighters from the armed forces. وهم بأنفسهم قاموا بتصوير مقطع فيديو لهذه الجثامين. And they themselves have recorded a video of these remains. بعد ذلك الآلة الإعلامية المضللة رأت أن تستخدم هذه الجثامين ضد القوات المسلحة على أساس أنها لمدنيين أو لمخطوفين أو لناس مضادين للقوات المسلحة. And then the media machine, their media machine, has saw fit to use these against the armed forces, claiming that they were belonging to kidnapped civilians. ولكن المثل الشعبي يقول الكذب حبل قصير. But as the saying goes, lying could get you so far. كذلك ظهرت بعض التقارير تتحدث عن وجود قنابل للقوات المسلحة في منطقة طرهونة تحمل غاز الكلور أو غازات سامة. There were also reports that they have found bombs in belonging to the armed forces, chlorine gas bombs. هذا الأمر مهم جدا أن نوضح الآن ماهية هذه الأسلحة وهذه القنابل. It is very important now that we clarify the nature of these weapons. في معسكر في طرهونة اسمه معسكر أم جداري وهو معسكر مخصص لتخزين ذخائر وأسلحة القوات البحرية الليبية. There is a camp in Tarhuna, which is a camp for in Emjderi region. This camp includes a weapons and ammunition caches that belongs to the Libyan Navy Force. وتوجد به ذخائر متنوعة من صواريخ وذخائر رشاشة وكذلك توجد به ألغام بحرية. There are various types of weapons, munitions, and there including sea mines. أعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري يأتي ضمن قائمة تضم أكبر 30 اقتصاد.
تمثل 83% من الناتج الإجمالي العالمي، وتوقع صندوق النقد أن تنجح مصر في تحقيق نمو إيجابي خلال العام الجاري، وذلك رغم تحديات اقتصادية وصحية فرضتها جائحة فيروس كورونا، وهو ما دفع معظم دول العالم إلى انكماش حاد. وأرجع الصندوق هذا النمو إلى وجود اختلافات فردية في بعض الدول بدعم من اختلافات هيكلية بين الاقتصادات في تطور الوباء وفعالية استراتيجية الاحتواء، وكذلك تنوع مصادر الدخل والإيرادات. أعلن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد أن مصر احتفظت بالمرتبة الأولى إفريقيا كأكبر متلق للاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة عام 2019. وأشارت أونكتاد خلال تقريرها السنوي حول الاستثمار العالمي إلى أن الاستثمارات الموجهة للقارة الإفريقية شهدت انخفاضا بلغت نسبته 10% مقارنة بعام 2018، حيث تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في كافة الدول الإفريقية باستثناء مصر التي شهدت زيادة نسبتها 11%، لتصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيها إلى 9 مليارات دولار. ويعد التقرير الأممي بمثابة شهادة على نجاح وفعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة في السنوات الأخيرة. قال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس إن الآثار المحتملة لسد النهضة على السودان يمكن أن تتحول إلى مخاطر دون اتفاق أو اتفاق قانوني ملزم للملء والتشغيل. وأقر الوزير بوجود احتمالية أضرار تتعلق بالتشغيل غير الآمن للخزانات السودانية حال عدم التنسيق وتبادل البيانات مع الجانب الأثيوبي. وجدد تأكيد السودان على أهمية الوصول إلى اتفاقية ملزمة قانونا في قضية ملء وتشغيل سد النهضة. شدد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مينشن ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم قبل ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي. وأكد مينشن في اتصال هاتفي مع حمدوك التزام الولايات المتحدة بدعم اتفاق عادل ومنصف يوازن بين مصالح مصر وأثيوبيا والسودان. وأعرب حمدوك للوزير الأمريكي عن شكر بلاده على دعم الولايات المتحدة لإنجاح المفاوضات بين الدول الثلاث. حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل على تخلي عن خططها لضم مستوطنات الضفة الغربية المحتلة. وقال غوتيريش لمجلس الأمن إن تنفيذ الضم سيشكل انتهاكا بالغ الخطورة للقانون الدولي وسيضر بفرص حل الدولتين بشدة، كما سيقوض احتمالات تجدد المفاوضات. ودعا غوتيريش اللجنة الرباعية الدولية المعنية بعملية السلام في الشرق الأوسط، دعاها إلى القيام بدور الوساطة وإيجاد إطار يتفق عليه الطرفان لاستئناف الحوار دون شروط مسبقة. حضر مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف من حدوث تبعات خطيرة داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها بسبب مخطط الضم الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه لا يمكن السماح بأن تتم عملية الضم. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال جلسة لمجلس الأمن. إن ردا على التهديدات لضم الأراضي في الضفة الغربية، نحن يجب أن نشاور مع جميع الدول التي يمكن أن تلعب دور الوسيط في هذه المفاوضات، فإن هذه القرارات سوف يكون لها تأثير سلبي على جميع مجالات الحياة للفلسطينيين. يجب أن نحذر من العواقب الوخيمة في مختلف المجالات الاقتصادية والمجالات الأخرى على هذا القرار، فإن المفاوضات بين الجانبين بين الطرفين فقط يمكن أن تؤدي إلى وقوع ووصول السلام، فإننا ندعو إلى الحفاظ على الحوار والاتصالات والمشاورات، فإن الدبلوماسية يجب إعطاء لها فرصة جديدة.
أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية أن مخطط الضم الإسرائيلي لأراضي الضفة سيدمر آمال السلام، مشيرا إلى أنه سيشكل تهديدا للاستقرار في المنطقة والأمن في العالم. وأضاف أبو الغيط خلال كلمة في مجلس الأمن أن هذا القرار سوف يكون له تبعات خطيرة على حل الدولتين. الأمال بشأن تأسيس دولة فلسطينية مستقلة، هذه الأمال اليوم متوهمة، فإن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي قد توسع، فإن منطقة الاحتلال المستمر والهيمنة الخالدة لا تزال تتخندق في المحافل السياسية الإسرائيلية، فهذا أدى إلى تعطيل المفاوضات وأيضا يؤدي إلى الفوضى والطريق المسدود. فبالرغم من كل هذه التراجعات، فإن مبدأ حل الدولتين لا يزال النموذج الوحيد معتمد عليه من قبل جميع الأطراف، فإن مبادرة السلام العربية والتي تم تبنيها في 2002 أيضا تعتمد على نفس المقاييس معولة على التوصل إلى السلام، ففي حال تم تطبيقها فإن خطط الدم الإسرائيلية سوف تكون مدمرة لفرص السلام اليوم. عادت الاحتجاجات إلى الشوارع اللبنانية استنكارا لارتفاع سعر صرف الدولار بعد أن وصلت الليرة اللبنانية لأدنى مستوى لها، وتجمع المتظاهرون في محيط مصرف لبنان وتقاطع جسر الرينج في بيروت وساحة النور في طرابلس، وانتشرت أعداد كبيرة من القوات الأمنية في مواقع الاحتجاجات وسط مخاوف من التصعيد. وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا من بيروت توفيق شومان المحلل السياسي. بعد التحية لك سيد شومان، إذن لا يبدو أن الوضع سيهدأ أبدا في لبنان في الشوارع اللبنانية طالما بقي الوضع الاقتصادي على حاله، وأيضا ما قاله رئيس الوزراء حسان دياب في خطابه الذي سمعناه كلنا منذ أيام لم يعني يشفي غليل الشارع اللبناني، برأيك إلى أين يتجه الوضع الآن؟ تحياتي إليك سيد شادي، وتحياتي أيضا لكل المشاهدين في مصر وفي الوطن العربي والعالم. يعني طبعا لم تهدأ الاحتجاجات، ربما من أول مكالمة معكم ومن أول مداخلة معكم قلت لكم بأنه هذا الأمر قد يستمر لسنوات للأسف. نعم. كانت الحكومة اللبنانية قد وعدت اللبنانيين، وهذا هو خطأها الأساسي، بتنزيل سعر صرف الليرة اللبنانية 3200 ليرة مقابل الدولار الواحد. اليوم وصل سعر صرف الليرة إلى 7000. هذا يعني بأن الثقة التي كانت تريدها الحكومة اللبنانية من الشعب اللبناني تبخرت كليا، خصوصا بأنه لا يوجد في الأفق أي خطة للإنقاذ، أي تصور للإنقاذ غير موجود، أي برنامج للإنقاذ غير موجود. لذلك الآن يتحدث اللبنانيون عن انهيارات أكبر وأخطر، بل يذهب الكثير من المراقبين وأنا منهم بأن الأمور قد تشهد في الفترة المقبلة نوعا من الفوضى العامة في العديد من المناطق نتيجة الاستمرار في هبوط سعر الليرة المحلية وبالتالي الغلاء الفاحش للأسعار. للأسف الآن بدأ السياسيون يحملون الناس المسؤولية، وهذا هو منتهى ما يمكن تسميته بالخرافة. الذين أفسدوا البلاد يحاولون تحميل الناس هذه المسؤولية. الآن أنا أشاهد على أكثر من شاشة أمامي مئات المحتجين من مناطق لبنانية مختلفة. نعم نشاهدهم معك الآن أيضا. نعم، يعني من عدة مناطق في بيروت زائد مدينة صيدا، منطقة الجبل، البقاع، طرابلس، وأيضا الطريق الساحلية. يعني نحن الآن تقريبا تجاوزنا 10:30 مساء في بيروت، وعندما يصار إلى حشد مثل هذا العدد من المتظاهرين ومن المحتجين، فأعتقد بأن الأيام القليلة المقبلة حيث يتوقع اللبنانيون مزيدا من الانهيارات كما قلت، أتوقع احتجاجات أعنف وربما أيضا مواجهات أعنف مع قوى الأمن اللبنانية.
هل تعتقد انه لبعض الاطياف او الاحزاب او الطوائف اللبنانيه يعني ان تنزل الى الشارع لمواجهه المتظاهرين الذين يطالبون بحياه اقتصاديه افضل كما حدث من قبل؟ يعني انا اعتقد كلما استمرت الامور على ما هي عليه من السوء الان، اعتقد بانه القوى السياسيه ساعه ذاك مضطره ان تنزل كلها الى الشارع للتنصل من المسؤوليه للاسف، كما فعلوا في مرات سابقة. ولكن الذي يحدث الآن بأنه بدأ الشك وانعدام الثقة ليس بين الجمهور اللبناني أو الشعب اللبناني أو أكثرية اللبنانيين والسلطة، بل أنه بين الجمهور وأيضا ممثليه الحزبيين. الآن داخل البيوت وداخل المنازل المغلقة هناك الحديث، يعني هناك الكثير من الأحاديث التي تطعن بالأداء السياسي للقوى السياسية التي شاركت في الحكومات اللبنانية المتعاقبة. وأعتقد بأنه عندما يدق الجوع الأبواب ساعة ذاك، أعتقد بأن الأمر لن يقف عند هذه الطائفة أو ذاك الحزب، لأنه مهما كان الانتماء الطائفي والانتماء الطائفي في لبنان، يعني الطائفية في لبنان ليست اجتماعية، الطائفية في لبنان سياسية يستغلها السياسيون كأداة للنفخ في العمل السياسي، ولكن العلاقات الفردية والعلاقات الاجتماعية سوية تماما وبالتالي سليمة تماما، ولكن الإشكالية الأساسية هي في الزعماء السياسيين. لذلك أعتقد بأنه الآن يعني في الفترة المقبلة، ولا تسجل علي من خلال يوم أو يومين، لأنه أنا من الأشخاص الذين توقعوا منذ البداية بأن هذه الأزمة مستمرة وسوف تستمر ولن تتوقف. أعود وأكرر، لن تتوقف، لأنه لا يوجد خطة إنقاذية لا على المستوى المالي ولا على المستوى الاقتصادي ولا حتى على المستوى السياسي. أشكرك على هذا التحليل، للأسف مستمرة ولكن الصورة وصلت. أشكرك على هذا التحليل، كنت معنا هاتفيا من بيروت السيد توفيق شومان المحلل السياسي. ومن لبنان نذهب إلى العراق، حيث استقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي والوفد المرافق. وأكد الكاظمي خلال اللقاء أهمية العلاقات العراقية الأردنية والتعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والتي ستشهد تفعيلا سريعا يوازي حجم التحديات التي تواجه البلدين، لا سيما التعاون في مجال مكافحة جائحة كورونا وباقي الملفات الاستراتيجية الثنائية. هذا وعقد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مباحثات مكثفة مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي حول تطوير العلاقات التاريخية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة في مختلف المجالات. وخلال المؤتمر الصحفي عقب المباحثات، أكد الصفدي أن البلدين اتفقا على أهمية التعاون في مجال مكافحة جائحة كورونا ومواجهة تحديات الإرهاب والأزمات الإقليمية بما يساهم في خلق منظومة للسلام والاستقرار بالمنطقة. بداية، تضامن الأردن المطلق مع الأشقاء في مواجهة جائحة كورونا وتبعاتها، والتعاون بكل ما هو متاح من أجل مواجهة هذا التحدي وضمان الخروج منه بأفضل حال ممكن، وأيضا تأكيد تضامن المملكة الأردنية الهاشمية مع الأشقاء في جمهورية العراق في جهودهم المستمرة لتكريس النصر الكبير الذي حققه العراق الشقيق على الإرهاب، ولإطلاق عملية إعادة البناء، والتأكيد على وقوف الأردن كاملا إلى جانب العراق في كل جهوده لحماية أمنه واستقراره وسيادته. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا هاتفيا وسام صباح الكاتب والمحلل السياسي العراقي. إذا سيد وسام، بعد التحية، أهمية هذه الزيارة بين وزير الخارجية الأردني وأيضا رئيس الوزراء العراقي، ما أهمية توقيت هذه الزيارة في ظل الانتهاكات التركية التي تحصل يعني اليوم في شمال العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد العلاقات العراقية الأردنية هي من
فترة طويلة جدا هي علاقات متينة وقوية ما بين البلدين، حتى أن العراق يعطي النفط مجانا، هذا ما أثار غضب الشارع العراقي في هذه المسألة. هناك سبب معين لقدوم وزير الخارجية الأردني إلى بغداد ومقابلة المسؤولين في الدولة العراقية، وهي أنه بعض كان هناك مظاهرات أردنية أمام السفارة العراقية بعد اعتداء طاقم أمني من السفارة على أحد المواطنين الأردنيين، فخرجوا بمظاهرة ضد هذا الوضع الذي تصرف به بعض أعضاء السفارة. وفي نفس الوقت نحن يعني نتحدث عن موضوع مهم جدا، يعني تطرقت إلى موضوع مهم جدا أنه وزير الخارجية يريد إعادة يعني اللحمة بين العرب، خاصة دول الجوار العراق والأردن العربية منها بالذات. في نفس الوقت نجد أن الحكومة السيد مصطفى الكاظمي يعني استلم رئاسة الوزراء في وقت أنه العراق الخزينة فاضية كما نقول، نفس الوقت الكتل السياسية الحزبية هي التي تتصرف يعني بسرقة الأموال، وفي نفس الوقت لم يؤدوا ما عليهم للشعب العراقي، في نفس الوقت بعض البرلمانيين الذين أصيبوا بكورونا يذهبون إلى الأردن ولا يبقون في العراق. هناك مسألة أخرى تطرقت إليها، هي مسألة تركيا ودخول القوات التركية إلى العراق. نحن لا نقول فقط تركيا التي تحاول أن تبني قواعد ودخلت في قوات راجلة تتمشى في محافظة دهوك في شمال العراق، يعني بما معناه أنه احتلت المناطق التي هي أراضي عراقية. في نفس الوقت تجدين إيران تقصف المواقع، أيضا تحاول السيطرة وبناء قواعد داخل حدود العراق في إقليم كردستان. طيب سيد وسام، يعني ذكرت في يعني عقب حديثك أنه الخزينة العراقية اليوم فارغة، خاصة بعد أن استلم مصطفى الكاظمي هذه الخزينة وهي فارغة اليوم. ما هو شكل التعاون الاقتصادي بين الأردن والعراق في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العراق اليوم مع انهيار أسعار النفط وأيضا أزمة جائحة كورونا؟ أولا المفروض هناك أن يكون، خاصة في جائحة كورونا، أن يكون هناك تعاون كيف تم تقريبا القضاء على أكثر هذه الجائحة التي كانت موجودة في الأردن. كيف أعتقد أنه النظام والقانون الذي طبق في الأردن قد تقريبا قضى على جائحة كورونا. في نفس الوقت تجدين في العراق لا يوجد تقيد ولا يوجد قانون يطبق في الدولة، حتى أنه أكثر الشارع العراقي والمواطن والشعب العراقي يريدون السيد الكاظمي أن يتمم ما قاله في أثناء استلامه لرئاسة الوزراء بمحاربة الفاسدين وإعادة الاقتصاد العراقي وإعادة الشركات إلى وضعها السابق، التعاون ما بين الدول الأخرى. لكن هذا لن يتم في وجود وفي ظل الأحزاب السياسية الفاسدة الموجودة داخل السلطة، التي نحن نقول الشعب العراقي والشارع العراقي يريد نظام رئاسي وتغيير النظام البرلماني إلى رئاسي، لأنه خلال 17 عاما لم نرى ولم نشهد أي تغير، بالعكس بل انهيار المؤسسات العراقية وانهيار القانون العراقي، بحيث أنه الميليشيات المتسلطة من تلك الأحزاب هي التي تسيطر على الوضع الآن في العراق. يعني الآن لو قلنا والشارع العراقي يقول نحن نؤيد ونسند ظهر السيد مصطفى الكاظمي في حالة أنه الحيتان الكبيرة التي سرقت العراق، منهم بعض المسؤولين لا نريد أن نذكر الأسماء، من يملك 66 مليار ومن أعطى أموال لغيره بدون علم الحكومة، وفي نفس الوقت كل المسؤولين هؤلاء هم مسؤولين أمام الدولة، المفروض القبض عليهم ومحاكمتهم واسترداد الأموال التي قد تغطي الميزانية العراقية وتغطي هذا العجز الحاصل
في العراق. ونحن حذرنا الحكومة في وقت سابق قبل جائحة كورونا بأنه لا يجب الاعتماد على وارد النفط، وإنما إعادة إحياء الصناعة في العراق والزراعة وإقامة المشاريع بحيث لا يتدخل. الآن يعني بدأ يلغي مجالس المحافظات، وابتدأ يلغي بعض الرواتب التي يعني ما رفعها، وأيضا في نفس الوقت السياسيين وغيرهم المسجونين. وصلت هذه كل نفذ نعم. وقتي يا أستاذ وسام، ولكن وصلت الفكرة بشكل واضح. أشكرك شكرا جزيلا وسام صباح، الكاتب والمحلل السياسي العراقي. دعا وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريون الاتحاد الأوروبي إلى إجراء محادثات عاجلة بشأن العلاقات المستقبلية للتكتل الأوروبي مع تركيا، والتي تصادمت مع باريس بشأن التدخل التركي في ليبيا. هذا وأكد لودريون أمام مجلس الشيوخ ضرورة فتح الاتحاد الأوروبي سريعا لمناقشة بالعمق وبلا محرمات وبدون سذاجة حول أفاق العلاقة المستقبلية بين الاتحاد وأنقرة، وأن يدافع بحزم عن مصالحه الخاصة. أكد مسؤول الشؤون الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل أن أوروبا مصممة على حماية حدودها الخارجية ودعم سيادة اليونان بقوة على مناطقها الاقتصادية الخالصة من الانتهاكات التركية. جاء ذلك خلال تفقده مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس الحدود اليونانية التركية، حيث أكد بوريل أن أوروبا لن تسمح بأي تعد على حقوق اليونان. ومن جهته أكد دندياس أن أثينا لن تتسامح مع تهديدات تركيا بفتح الحدود أمام اللاجئين، مشيرا إلى أن أردوغان يصر على تقويض أمن واستقرار وسلام شرق المتوسط. أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1420 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و85 حالة وفاة، كما أعلن بيان الوزارة عن ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 15935 وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي. وأضاف البيان ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 17434 حالة. استعرض رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الإصدار الثاني حول فيروس كورونا الذي أصدره مركز المعلومات ضمن سلسلة كوفيد 19 لإعادة تشغيل الاقتصاد. ويتضمن الإصدار الثاني أربعة أقسام تتناول إشكالية التوازن بين إعادة التشغيل وسلامة الأفراد، إلى جانب استعراض ضوابط وإجراءات العمل عن بعد وإعادة تشغيل الاقتصاد والأطروحات المختلفة بشأن التوسع في إجراء اختبارات فيروس كورونا، فضلا عن مؤشرات الثقة في أداء الحكومات في ظل انتشار الفيروس. وأوضح القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات أن الإصدار الثاني تضمن 29 موضوعا من مختلف المصادر العالمية مثل معهد ستانفورد للأبحاث ومجلس البحوث الاقتصادية في المملكة المتحدة وكلية كينيدي في جامعة هارفارد. أعلنت وزيرة الصحة هالة زايد عن الانتهاء من إرشادات الدخول الصحي الآمن للقادمين إلى المحافظات السياحية، وخلال الاجتماع الدوري بين وزراء الصحة والسياحة والطيران أشارت زايد إلى مشاركة ممثلين من وزارة التنمية المحلية في الغرفة المركزية لإدارة المنظومة الصحية بالمنشآت السياحية.
من جهته أعلن وزير السياحة خالد العناني عن تفعيل شعار السلامة الصحية في محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح، بينما أشار وزير الطيران محمد منار إلى التنسيق الكامل مع وزارة الصحة من خلال الغرفة المركزية لعودة السياحة بالشكل اللائق بمكانة مصر محليا وعالميا. وإلى العراق، حيث أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 2200 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية على الإطلاق. كما أعلنت الصحة العراقية تسجيل 79 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 1330، بينما بلغ إجمالي حالات الإصابة المسجلة 36%. أعلنت هيئة الرقابة الإدارية عن ضبط تشكيل عصابي مكون من 8 أشخاص من كبار تجار العملة في 4 محافظات: القاهرة ودمياط والدقهلية وبورسعيد، نتيجة لتورطهم بجرائم الإتجار بالنقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي. وذكر بيان للرقابة الإدارية أن التحريات أسفرت عن قيام التشكيل العصابي بمزاولة عدد من الأنشطة التجارية كغطاء لتجارتهم في العملة، مشيرة إلى ضبط ما يعادل 25 مليون جنيه مصري بالعملات الأجنبية. وأفاد البيان أن النيابة العامة باشرت تحقيقاتها وأمرت بحبس جميع المتهمين على ذمة التحقيقات، كما أمرت بإيداع المبالغ المالية المضبوطة بالبنك المركزي المصري. أعلنت وزارة الداخلية إطلاق المرحلة 13 من مبادرة كلنا واحد اعتبارا من يوم 25 من يونيو الجاري وحتى 10 من يوليو القادم، وذلك بمناسبة الاحتفال بثورة 30 من يونيو تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتهدف المبادرة إلى رفع العبء عن كاهل المواطنين بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية لتوفير السلع بأسعار منخفضة. كل اللي يحب بلده بلد بتحبه كده، عايش اللي يخلي الناس تفرح بالشكل ده، فرح بلدنا كمان وكمان. ان تصل الى المواطن في منطقته او قريته او سكنه لتقدم له الدعم والمساعده والمسانده، فهذا يعني انها مبادره كلنا واحد التي اطلقتها وزاره الداخليه لتخفيف الاعباء عن كاهل الاسره المصريه. عبوات تحتوي العديد من السلع الغذائية الأساسية تم إعدادها بعناية لتناسب احتياجات المواطنين المستهدفين بها، وحملت على سيارات متنقلة ومنافذ متحركة تجوب الأحياء والقرى والنجوع لتصل للمستحقين في كافة المحافظات وأينما كانوا. ولأنها ثورة 30 من يونيو التي تجسد إرادة شعب، فقد اختارت وزارة الداخلية أن تحتفي بها في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية الرئيس الجمهورية، من خلال توزيع مساعدات عينية على المواطنين الأولى بالرعاية في مناطقهم بمختلف المحافظات. مأموريات توجهت إلى المنازل تحمل تلك العبوات تم تسليمها لقاطنيها، وهو ما رسم البهجة والفرحة على وجوههم، كما عبروا عن ثنائهم وتقديرهم للقيادة السياسية ولوزارة الداخلية على تلك المبادرة التي تثبت كل يوم مدى فعاليتها في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. دي مبادرة كلنا واحد من وزارة الداخلية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودي هدية بمناسبة 30/6. ما تحرمش منك يا ريس يا رب. دي مبادرة كلنا واحد من وزارة الداخلية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بنسبة 30/6. ربنا يبارك له، ربنا يبارك له ويبارك لكم يا رب. يا رب. كل سنة وأنتم طيبين. ربنا يخلي لنا الرئيس، ما يتحرمش منه أبدا. فاكرنا بكل حاجة حلوة وكل حاجة طيبة. ربنا يصلح حالكم وحالهم. بصراحة أنا مبسوطة وفرحانة. كل أملهم فيك ومصدقين كل الأحلام، ده الحب ده مش بالسهل، بس أنت فعلا تستاهل. أيوة أنت فعلا تستاهل.
وهكذا تؤكد مبادرة كلنا واحد معاني التلاحم والتكافل بين أبناء الوطن الواحد، وتعكس اهتمام وزارة الداخلية بتفعيل دورها الإنساني والمجتمعي الذي اخترت له مظلة كلنا واحد لتصل بها إلى كافة المواطنين وتحقق التواصل المستهدف معهم وتخفف عنهم. أعلنت وزارة الداخلية إعادة تفعيل قرار رئيس الوزراء بحظر سير سيارات النقل الثقيل على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، ومن المقرر أن يسري القرار اعتبارا من يوم السبت المقبل من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 12 ليلا. نشرت الصحيفة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 363 لسنة 2020 الخاص بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة. نتابع. ختام النشرة تذكير بأهم ما ورد بها من أنباء. الرئيس السيسي يواجه باستمرار السعي نحو تحقيق هدف استعادة الدولة الليبية الوطنية ومؤسساتها. منظمة الأنكتاد تعلن احتفاظ مصر بالمرتبة الأولى أفريقيا كأكبر متلقي للاستثمارات الأجنبية المباشرة. فرنسا تدعو الاتحاد الأوروبي لفتح محادثات عاجلة بشأن علاقاتها مع تركيا. انتهت النشرة مشاهدينا الكرام، للمزيد من الأخبار تابعوا دائما موقعنا الإخباري extranews.tv. كنت معكم أنا ليلى سكافوزي والزميل شادي شاش في هذه النشرة، وفي أمان الله.